فأنا سألوا 5 شركات إن الجوع. في ساحة ديوان المحافظة يرفعون الصوت، لكنه صوت غضب على حق مسلوب منذ زمن. إذا نطالب إحنا نطالب من شخص غيور يغير علينا ويصرف لنا، بس ما راح نطالب، ما راح حد يسمعنا. صارنا 14 سنة، يأدري إحنا طالعين هنا نطالب بحقوقنا، ما نريد إحنا في الشيء، نريد بس حقنا، ناخذ حقنا. في البصرة تتحد النسوة والرجال شباب وكبار، لا شيء يثنيهم عن حقهم المسلوب، فهم كما ثبتتهم البصرة مواطنين عراقيين، لكنهم غير مثبتين في سجلات وظيفة قد تمنحهم رمق العيش. المطالبة المستمرة من أبناء المحافظة الأكثر تجرعاً لظروف الفقر وغياب الخدمات التي تفقدها مملكة الجنوب هي رسالة غضب قبل أن تعود القصة لحالة انفجار قد لا تحمد عقباها.